عمتي خلص حطيها. يعني انتي دائما كنتي تشجعينا، رغبة ايوش يلعب ملاكمة، وكمان رغبة افني الطبخ، ورغبة ميشري هي الرقص، انتي ليش بدك تمنعيني؟ لو سمحتي عمتي، ليش هيك انتي عنيدة؟ اجاي لو سمحتي خليها تروح. لو سمحتي. ميشري هي بنتي، وأنا بس اللي بقرر شو الأحسن لإلها. بعد عن طريقي. ما رح بعد، وما عندي مشكلة أكل كفتاني مشان أختي ميشري، بس ما رح أرتاح لتحقق حلمي. وبعد ما رح أطلب منك شي، خليها تحقق حلمها وتروح ترقص. خايفة عليها مو؟ خايفة إنه يصير معها شي؟ بس أنا بقدر أوعدك إني ما رح أسمح لأي شي يصيبها بنوب، ورح أخذها وين ما بدها لتحقق حلمها. لو سمحتي عمتي خليها تروح. ميشري خلي عمتي تباركك، هي هديتك بيوم الأخوة. يلا بتشكرك ماما. دقيقة، لا تاخدين بعركتي لترقصي. بما انه ميشري بتكون بنتي، فانا بارك لها وبتمنى لها حياة سعيدة ومريحة. واذا ما سمعت كلامي وبدها تسجل بمسابقة الرقص، ما رح احكي معها طول عمري، ولا رح سامحها بكل حياتي. دقيقة ميشري، استني شوي. لوين بدك تروحي؟ ما ضل عندك مكان تاني؟ ما في أمان ولا في حل. أنا رح ساعدك، خدي هاي القنينة فيها سم.